رجعنا لكم بعد الفاصل. حاطين على النار دلوقتي السجق بتاعنا زي ما انتم شايفين بيشكشك. يلا بينا نشوف هنعمل بعديه ايه. هنزود عليه المكرونه، واحنا عارفين مقادير السجق بتاعنا او صلصه المكرونه اللي هنضيفها على السجق. عملنا بصل، حطينا فلفل الوان احمر اخضر اصفر، حطينا البصلايه، حطينا مرقه الخضار، ضفنا السجق، قلبنا تقلبتين، ضفنا عليها عصير الطماطم، سايبينه لمده 15 دقيقه. بعد كده هنضيف عليه المكرونه المسلوقه، واحنا قلنا ان المكرونه المسلوقه تتسلق حوالي 7 دقائق في ميه سخنه. ضفنا عليها معلقه زيت، نص معلقه ملح، نشلناها. كل الكلام ده عملناه بدري شويه عشان وقت البرنامج بتاعنا. هنبدا نعمل دلوقتي. ضفنا البهارات واتكلمنا عن البهارات السجق وخلطناها قدامكم وقلنا السجق بيتعمل ازاي. ممكن نعيد تاني لو حد دخل علينا وما كانش شايف الفصل الاولاني. ربع كيلو سجق وبهاراتنا: كمون، قرفه، قرنفل، بابريكا، سر طبختنا النهارده كزبره، هيل، ثوم بودره، بصل بودره، فلفل اسود، جوز الطيب، وضفناهم على بعض وزودناهم على ربع كيلو لحمه وحشينا السجق بتاعنا. مش كل حد بيعرف يحشي السجق في البيت، احنا بنجيبه جاهز. عملنا الخلطه، زودنا معلقه واحده على الخلطه عشان ضفنا ليه خضار، يبقى كل الطعم متنكه ببهارات واحده. هنبدا نعمل دلوقتي الخضار السوتيه بزيت الزيتون. نولع نارنا، نحط الطاسه بتاعتنا زي ما احنا شايفين، نحط معلقتين زيت زيتون، نجيب السكينة، هنقطع البصل أجنحة. عايزين نتكلم عن البهارات العادية. في بهارات عادية بتبقى في كل بيت وعايزين نكونها مع بعض، والبهارات مش عايزين ننكهها بكاري او كركم عشان ما تديش لون للاكل. نضيف البصله للزيت بتاعنا، شوف النار مفتوحه كويس، تمام. هنحط كل الاكل ناي في ناي، مش هنحمر البصله. هنقطع الكوسة زي ما احنا شايفين، الكوسة الفريش الجميلة بتاعتنا. زي ما قلنا عايزين نحضر بهارات عادية نخليها في كل بيت. هنقطع الجزرة بتاعتنا، بنقطع بشكل جميل زي ما احنا شايفين. هنضيف الخضار للبصل في الطاسه بتاعتنا. هنضيف الفاصوليا الخضراء، انا بحب اعمل تملي بضيف عليها فاصوليا خضراء طويله ما بقطعهاش، بس اللي موجود عندي في البيت الفاصوليا وقطعتها عشان تبقى المقاسات متجانسه مع بعض والشكل يبقى جميل. نضيف عليها المشروم، المشروم ده كبير شويه ممكن نقسمه نصين. نتابع نقلب تقليبه كده للسجق، تمام. نقطع عليه النار شويه، نقطع المشروم زي ما احنا شايفين، هيبقى طبع رائع. معانا بطاطس، عايزين نضيف له بطاطس، اوكي. مش عايزين نضيف له بطاطس زي ما انتوا عايزين، ممكن نضيف له نص حباية بطاطس. نضيف
زي ما انتوا معايا. عايزين ننظف المكان بعد ما نسقط البطاطس. حطينا البطاطس زي ما احنا شايفين. نلم البولات بتاعتنا الفاضية. نمسح مكاننا كويس. عارفين بحب المكان نظيف على طول. ونرجع تاني للبهارات العادية اللي عايزينها تبقى موجودة في كل بيت. هنحضر بولة. نجيب معلقة صغيرة. طبق معانا شغال تمام عشان هنضيف له البهارات. وطينا على السجق بتاعنا. بهاراتنا العادية اللي عايزين نعملها ونشيلها في البيت وتبقى موجودة على طول. هنحط نص معلقة كمون. نص معلقة قرفة. نص معلقة كزبرة. نص معلقة صغيرة طبعا. مش عايزين بابريكا عشان الألوان. يبقى البهارات العادية مش عايزين نحط لها البابريكا عشان مش عايزين ألوان في البهارات العادية. هنحط هيل أو حبهان مطحون. هنحط قرفة. نص معلقة. فلفل أسود. نص معلقة. جوز الطيب حوالي ربع معلقة. بصل باودر نص معلقة. توم باودر نص معلقة. نقلب كويس. يبقى ما حطيناش أي ألوان في البهارات العادية دي. مش بهارات لحم ولا بهارات سمك ولا، بس ممكن نضيفها على كل حاجة ما فيهاش ألوان. هنضيف على الخضار بتاعنا زي ما احنا شايفين. كفاية كده. وانتوا شايفين الخضار. هنعمل ايه دلوقتي؟ ممكن نضيف فلفل الوان زي ما اتفقنا. شرايح. كفاية. وهنحط المكرونة بعد ما نضيف شرايح الفلفل الألوان. هتدي لون حلو لطبق الخضار السوتيه المشكل. ضفنا الفلفل الألوان. حطيناه على الوش. هنبدأ دلوقتي نضيف المكرونة. المكرونة معانا كتيرة مش هنضيفها كلها. هنضيف جزء منها زي ما انتم شايفين. وهنشتغل بيها في حاجة تانية لو احنا محتاجين. كفاية أول مكرونة كده زي ما احنا شايفين. نمسك الحلة نقلب تقليبة كويسة. ونوطي النار عليها لمدة دقيقتين. وعينينا على طبق الخضار المشكل. مش عايزين نزود عن دقيقتين اتنين. غطيها على نار هادية. هنبدأ نقلب تقليبة الخضار بتاعنا. ندي ربع كوباية بس مية عشان الحاجة ما تلسعش مننا. خلينا نشوف. مسخنين المية بتاعتنا. ربع كوباية بس مش اكتر من كده زي ما احنا شايفين. نغطي عليها ونوطي. ممكن نغرف المكرونة بتاعتنا. المكرونة الريحة تجنن والشكل رائع. الألوان حلوة. خلينا نجيب معلقة صوص فيه ألوان كده عشان يبقى الشكل جميل. معانا
نقفل على النار خلاص. نجيب منديل ننظف الطبق بتاعنا. تملي الطبق يبقى شكله حلو. طبق المكرونة جاهز بتاعنا، ممكن نغطي الحلة والخضار على النار. غرفنا المكرونة الفاتوتشيني، وعايزين نعرف الفاتوتشيني دي ده نوع من انواع المكرونة العريضة. مش لازم يبقى فاتوتشيني، ممكن يبقى سباكيتي، بس احنا عملناها النهاردة بشكل حلو، الفاتوتشيني بالسجق. هنبدأ مع بعض نشوف، نبص على الخضار بتاعنا. الخضار بتاعنا يمكن خلاص ممكن نغرف ان هو دخل على السوى زي ما انت شايف. يلا بينا نغرف معانا الخضار. طبق جميل، الوانه جميله. نقفل النار. نبدأ نغرف زي ما احنا شايفين. الألوان تجنن يا جماعة. المشروم بتاعنا والبصل والكوسة زي ما احنا شايفين، الفلفل الأحمر، الفلفل الأصفر، الألوان الجميلة، كل ألواننا. المشروم نزود معانا. احنا دلوقتي عملنا المكرونه وعملنا الخضار السوتيه المشكل. اللي ما كانش قاعد معانا وما لحقش مقاديرنا واحنا بنقولها، ممكن يفتح صفحتنا على الفيسبوك ويفتح على القناه بتاعتنا يشوف المقادير بالكامل. ونشوفكم في حلقه جديده من برنامج بهارات.